لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نحاول نشوف واحد المشكل في هذا الجولف ما فيهاش التيراج. دابا غادي نديرو الدياغنوستيك ونشوف واش من كود غادي يطلع لي. بعد ما سكانينا الطوموبيل وداكشي راه ما كاين حتى شي مشكل، ما طالع حتى حاجه، وديك الويتس جيت ديال التيربو ديماريش ديماري ما كتحركش. ديماري ديماري هي راه كيما كتشوفوا وتا ديماري كيما كتشوفوا ما كتحركش كاع. سكت سكت ما كتحركش، حيت اول حاجه ماشي ما كتحركش صافي غادي نمشيو للتيربو وغنبداو نحلو داكشي. دابا ملي جيت نشوف هاد الشيمه هادي ديال ديبريسيون ديالها، تبع هاد الريزيرفوار هادي دايرين ليه التيو جاي، شوفي دايرين في بولون هادي ملغيه. حاجه اخرى هادي اللي داخله الفلتر، شوفي دايرين دايرين هنايا، هادي خاصها تكون هنا، وهادي هادي راه كتمشي للتيربو، وهادي راه دايرينها هنا وكت جور لا ديبريسيون من هنايا. هذا تا هو مزاقيش تا مزيان. شو مشكل اخر هذا مفرقع هذا، والزيت كاين من تماك. شو ديك الجيت هي اش دايرين ليها؟ واخا غادي نقادو التيوات هادو وغادي نشوفو شنو غادي نديرو ليهم. شو هذا تا هو كيداير كاع طيبين، غادي نحاولو نحيدو هاد البلايص هادو اللي مفرقعين ونشوفو كيفاش غادي نديرو ونشوفو الويت زكيط الا خدمات راه غيولي التيراج، ما خدماتش راه خاص التيربو يتحل وداكشي. وبعد ما قادينا داكشي هادي ديال ديبريسيون ريزيرفوار راه درنا ليه واحد التي ما كانش وبدلنا التيوات هادو، واخا هادو تاهما شويه ولكن خدامين. بالنسبه ل 110 هذا راه هو اصلا كيكون هنا، راه ملي شت الشيمه وداكشي هذا كاين ماشي مشكل، هذا ما كانش مقاد وقاد ديت دوك التيوات الاخرين وريقلنا حتى ديال التسكات وداكشي راه خدامه. دابا غادي نشوفو الويت سكيط واش غادي تحرك ولا لا. في الديماراج خاصها تهبط ديماري كما كتشوفوا راه هبطات. دابا غيكسيري كتحرك باش كنعرفوا راه الجيومتري فاريابل راه خدامه. كسيري الشاكي كطلع كسيري، ثم غتشوفوا حتى ديال التسكات الاخرى غادا ترجع للبلاصه، وديال التسكات هي غادا تجر. ها ديال التسكات شوفوا ها تلاحظوهم بجوج سكت. شتي الاخرى طلعت والاخرى هادي ديال التسكات هي تجرت، يعني داكشي راه مزيان، ولكن دابا باقا ناقصها واحد الكلابيه كتكون هنا. كلابيه ما عندوش، قلت لي حتى من بعد ودبر عليها وغنركبوها لي. دابا غادي نجربوها في الطريق، راه ملي كسيرينا وداكشي الدوري ترى تنفخات، يعني راه كاين البويسونس، التيربو خدام. ما كانش خدام قبل، ما كانتش تحرك ديك الويزكيطا باش غادي تجبد لنا الجيومتري فاريابل اللي كتسد الريشه داكشي باش يتجمع الهواء يدور التيربين مزيان ويدفع لنا الكومبريسور البرد. ما كانتش كدير هاد القضيه، بحال ما كانش التيربو خدام، بحال كانت عاديه. دابا راه عاد خدم داكشي. بالنسبه اللي بغى انيلي هادشي كامل ويخليها الان 75 ديال التيربو، هادي راه دايرين فيها جولف ديال الجولف 5 ولا ما عرفتش. راه كاين الفيديو راه غادي نلوحو لكم كيما كدرت في الطوموبيله ديالي باش ديزاكتيفيو لو جيير وداكشي، كتخليوها هادي بوحدها راه كتولي مخيره. وهذا اللي بغى يموديفي الطوموبيل ولا شناهو، وكتلغي حتى هاد لو جيير هذا الفان كتسدو كدير واحد الجعبه وداكشي. دابا غادي نحاولوا نجربوها في الطريق ونشوفوا داكشي كيفاش داير. وهذه هي الشيمه ديال الديبريسيون اللي خدمت عليها كما كتلاحظوا، اللي كان عنده شي حاجه مخربقه ولا هادي راه يشوف الشيمه ويتبع عليها.
و دابا الديبار ديالها راه كانت سير دور لي الروي هذاك الشيء راه اللهم بارك. وهذه هي النتيجه النهائيه كما شفتوا الطوموبيل راه ولات مخيره في التيراج. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. والسلام عليكم.